السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا اهلا بكم. شنو احوالك يا توفيق شرف الدين؟ كيف حالك يا توفيق شرف الدين؟ والله ليست الشماتة التي تحركنا كما حركت أنصارك ومحبيك، والله ما يحركنا إلا محبة تونس، ونرجو أن تكون عبرة فقط. فكيف أنت يا توفيق شرف الدين وشبح الملاحقات القضائية يطوقك ذات اليمين وذات الشمال، وأنت قابع في بيتك، الذين كانوا يتزلفون ويتقربون منك لما كنت في السلطة حتما سينفضون كلهم من حولك، وأما الأحبة فراحوا والسلام. القائمة نظل ننادي ونقول محكمة. بعد توفيق شرف الدين، رضا غرسلاوي، مراد سعيدان، لطفي بن سالم، عماد مامشة، معز العويني، حكيم الهمامي، شفيق الرواتبي، عز الدين العامري، ياسين التايب، سامي الهيشري، حمادي غربال، عماد الزغلامي، علي الغزواني، سامي اليحيوي، خالد الرحالي، توفيق الجاموسي، مراد الحسين، أنيس كشيش، مراد الحويجي، أيمن العوني، شهاب بن حمودة، وإن غدا لناظره قريب. مرحبا أهلا بكم إلى موجة أخرى.